كذلك من شبههم أنهم يقولون هذه الأجسام صارت تراباً نخرة، إذا كنا عظاماً نخرة فكيف تعود فيها الحياة بعد أن كانت نخرة ورميماً؟ أإذا كنا عظاماً ورفاتاً أإنا لمبعوثون خلقاً جديداً؟ ضرب لنا مثلاً ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ استبعدون هذا. الله جل وعلا رد عليهم بردود، منها أن الذي بدأ خلقهم قادر على أن يعيدهم من باب أولى، الذي يقدر على البداء قادر على الإعادة من باب أولى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. الله كل شيء عليه هين، لكن هذا من باب ضرب المثل للعقول، فالعقول تدري إن الإعادة أسهل من البداء. فلو يأتي شخص ويعمل جهاز مركب من مركب من أدوات مسامير ومن أشياء هائلة ودقيقة، ثم بعد ذلك ينتقض هذا الجهاز، ينتقض ويتشتت ويتقطع كل أداة على حدة وكل مسمار على حدة، أليس الذي ركبه في الأول قادر على أنه يركبه بسرعة مرة ثانية؟ لأنه عرفه وعرف أمكنة الأدوات والمسامير. فالمهندس الذي ركبه في الأول سهل عليه أنه يعيده وينظمه من جديد. هذا من ناحية العقل، من ناحية العقل الذي بدأ الشيء قادر على إعادته من باب أولى. ولهذا قال ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي أن الله خلقه من العدم. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي قادر على البداءة قادر على الإعادة من باب أولى، هذا في نظر العقول، وإلا فالله جل وعلا لا يعجزه شيء، لكن هذا من باب إفحام هؤلاء.